انفصلت عن زوجها وزوجها أخذ أولادها وياه لأن هي وضعها صار سيء، وبنفس الوقت أمها وأبوها توفوا فصار ملاذها الشارع. يوميا أو شبه يوميا دوريات النجدة تصطحبها من الشارع وتجيب لكم إياها لمركز الشرطة. صارت عندكم معاناة، السيد القاضي أيضا تعاطف وياه هواي لأن بكثرة المرات اللي يجيبوها. أولا شنو موضوعها وكم مرة يتم إلقاء القبض عليها وشنو الإجراءات اللي وياها؟ زينة يعني دائما تواجد ب14 رمضان دوريات النجدة بالأسبوع تجيبها مرة أو مرتين. صارت مدمنة على الخمر، الإدمان وصل بها إلى أن هي تنام بالشارع، تتعرض للمواطنين بالشارع لأن الإدمان المأثر عليها، ودائما المشروب ميرا يعني ما يفارقها، تستخدمه وتشيله وياها. فدوريات النجدة حفاظا على الأدب العام بالشارع حتى لا تعترض طريق المواطنين، والمارة الموجودين، فتستصحبها للمركز الشرطة. مركز الشرطة بدورنا هي أساسا ما عدها هوية، ما عدها مستمسكات، لكن معرفة من كثر ما ترتادنا للمركز دوريات النجدة تجيبها. سؤالها بطاقة تعريفية، هو الصحيح بطاقة تعريفية نسيرها للقاضي، نوبات تجي هنا بساعة متأخرة بالليل في حالة إدمان وسكر كامل بحيث ما تقدر تحكي، بحيث نصعب كيفية حملها وإيصالها للمستشفى لغرض فحصها وقياس درجة السكر. فأيضا أساسا هي مسوية علينا عبء بالقاطع وبالمركز. تدري هي فتاة منفصلة من زوجها، عندها أطفال. تمام. شوفي، أنا مبدئيا درست حالتك وسألت عليك كل شهواية، تمام، وتابعت قصتك من البداية وتشيكت القضايا اللي متعلقة بيك وكم مرة جايبيك المركز، هواي جايبيك هواي ساد القضاء تعاطفوا وياك، مستمسكاتك وين؟ قربي احكي. بابا وماما ما يقبلون، كانوا بوقتها يطلعوا لي مستمسكات لأن كنا أنا وأختي مو متوال من مو على الصلح، فكانت عندي جنسية قبل الموحدة، فأخذها طليقي. تمام. أنت تزوجتي بعقد رسمي؟ أي عقد رسمي. وعندك جنسية؟ عندي جنسية كانت. وخلفتي ثلاثة؟ خلفت من عندها ثلاثة. تمام. فظليت بدون جنسية لحد هذا اليوم. يعني بعد ما انفصلتي بعد ما عندك جنسية؟ ما عندي جنسية. بس أنت عندك قيود موجودة بالأساس؟ أي نفوسي المنصور. تمام. بما أنه أنت نفوسك المنصور وأنت بنية شكلك كلش يعني مرتب، بس انت مدمنه يعني انت ليش تتصرفين على مود الشارع؟ حتى صير عندي جرأة بالليل ما اخاف من احد. شلون يعني صير عندي جرأة؟ يعني معقوله واحد يعني يتناول خمر حتى يكون عنده جرأة؟ انا لين بنية، الولد عادي يعني عندهم، بس انا صير عندي جرأة يعني اذا احد يتحارش بي لو هاي يعني أقاوم وياه. يعني شون أستاذ أقول لك ما أخاف، تروح الخوفة كلها من عندي هوية من وراها أدمنت. تمام. يعني هسا أنت إذا شخص شاف لك مكان تستقرين به، أنا اتصلت مكان يم ناس يم عائلة يم سيدة يم رجل يم ما راح أساعدك بهذه الطريقة نهائيا، راح أبذل جهد وياك حتى ممكن مؤسسة حكومية تتبنى موضوعك من الألف الياء. وأيضا اتصلت بالإخوان بالعتبة الحسينية، أنت شفتي الاتصال؟ أي شفت. دكتور محمد حكيت وياه حتى ممكن يساعدك إنه يخلوك بمكان أمين ويحافظون عليك ويخلصوك من قضية الإدمان. بس أنا أفهم أنت ليش وصلت لها المرحلة هذه؟ أنت هسه شكلك مرتب جدا، وضعك الصحي جيد لا بأس، أنت هسه لما صاحية ما متناولة خمور طبيعية جدا، ليش تصرفين؟ يعني انت كم مره يجيبوك بالاسبوع للمركز؟ هوايه. لحد الان كم مره طابه المركز انت؟ استاذ مين عدن كوما. يعني تجوز بالسنه يعني مو اقل من 50 60 مره تقريبا. يعني كنوبات يعني طلعها منا، طلعت العصر لان صارت معرفه من قبل المركز ومن قبل المحكمه، ماكو اهلها كفيل، ماكو احد يستقبلها.
نطلعها تجينا بالليل، يجيبون مفارز النجدة اللي كان في حالة سكر شديد. زين، وبعدين أمتي نطالبة بس مكان، فظليت مدمنة على الخمر. يجون الشرطة يشوفوني شاربة ياخذوني، وراها يطلعني القاضي. متعرفين ليش ياخذوك الشرطة يصرفوني هكيك؟ من ورا الشرب مالتي. لا يخافون عليك حتى لا حد يستغلش، انت مخمورة ما تدري من نفسك. اي هاي هم من لا يعني من هذا الطرف هم يخافون علي. ومو بس هاي يعني يقولوا لي أأملتش